السلام عليكم. طبعا يا اخوان طبعا اليوم يا جماعة الخير نبغى ناخذكم مكان نروح له من هذا الاتجاه، نحاول ناخذ معانا ذا ناخذ الحصان يوصلنا مكان كان فيه زي النافورة مدري، المهم والله مدري كيف اوصف المكان، مكان فيه زي النافورة وهنا كذا زي البحيرة يعني زي البحيرة مدري بحيرة بس مكان مرة جامد انك تسبح فيه. صار له سنتين قفلين النافورة او الشرشارة، خلاص ما عاد فيه موية، فضل مكان من الموية ما الناس ما عاد تسبح فيه. سنتين كان مكان جدا معروف من سنوات تسبح فيه ناس، والحمد لله الحين اخيرا رجع المكان هذا، شيء مرة يفرح. خلينا نمشي على طول. طبعا الشيء الكويس انه مضبط الشارع، زمان هذا الطريق ما تاخذ تاكسي تقول له مثلا وصلني راس العين يقول لك لا لانه ارضيه كانت جدا سيئه، بس الحين ضبطوها شيء كويس. على العموم المكان ما قدرت افهمكم المكان ايش فيه، فيه شرشاره صب مويه على الارض والناس تسبح في هذا المكان، جدا معروف هنا في هذه المدينه، وانا كنت صغير كنت اسبح فيه انا وحتى احمد كنا نسبح في المكان هذا. ففجاه المكان ذا يعني قفلوه قبل سنتين، قفلوا الشرشاره لين نشف المكان وما عاد فيه مويه، فكان زي الخبر جدا سيء بالنسبه لي والناس كلها. اخيرا هذه السنه، حتى مو بهذه السنه، قبل تقريبا اسبوعين رجعوا المويه، فشيء مره يفرح. رايحين على طول نسبح هناك، يعني انا الحين يا احمد حتشوفوا يا جماعه رده فعلي لما اشوف المكان هذا بعد سنوات سنتين. اوكي هذا هو المكان هنا يا جماعه، ما ابغى اشوف المكان غير لما اقرب جنبه. اوكي لسه ما شفت المكان يا جماعه، امسك احاول ادفع بس. اوكي وصلنا المكان، الف ولا كيف؟ ليش مدور؟ تعالوا شوفوا يا جماعه، تعالوا هذه هي الشرشاره اللي تنزل مويه وهنا الناس تسبح. يا الله هي كنا دائما ننزل كذا نركض، والله كنا دائما ننزل نركض، قالوا انه صار عميق بس لا شكله مو بعميق بالعكس. اوكي يا جماعه نسبح، كنت افكر ان ننط من هناك بس ما اتوقع انه حنقدر ننط، حتى الشرشاره ما هي بقويه، احس ان الشرشاره خفيفه، اشياء كثيره تغيرت بس كويس انه رجع اصلا. اوه اما شكله عميق صدق. زمان طبعا يا جماعه لما تدخل اخر شيء كان يوصل هنا، بس الحين صار من البدايه يوصل هنا. اوه شكلنا حننط يا جماعه. الارضيه حر طبعا يا جماعه، رجعنا لكم بالجو برو. اوكي يلا خلينا ننزل، الارضيه مولعه لازم انزل بسرعه. اوكي بسم الله. يا الله والله زمان يا احمد، فيني نازل بالتيشيرت انا. خلاص يا ابوي يلا خلينا نسبح بالتيشيرت، والله المويه حلوه ودافي، انت تقول لي برد. يا الله يا الله والله يا جماعه اقسم بالله اني مره فرحان يا ابوي، مسبح بيتنا ايش هذا، احسن من مسبح بيتنا. شوف عميق صار، اول مره يوصل هنا. لا اتوقع نفس الشيء حتى هناك. شوفوا العيال ولد الصغير ذا، تعال نط بمسك. هذه كانت هي حق زمان، هذه جديده، ما اتوقع ان نقدر نصور لكم تحت المويه لانه شوفوا اللون المويه كله تراب، ما اتوقع ان حتشوفوا شيء. في شيء يا جماعه زي كذا من هنا يستخرج من المكان هذا، الطمل مدري ايوه هذا هو كويس، هذا ندهن به نفسنا كذا. شوفوا زي ما بعطيكم مثال، شوفوا يا جماعه طبعا هذا الشيء يا جماعه تدهنوا على كل جسمك حتى وجهك، وتكي تقريبا شويه كذا بالشمس، اول ما ينشف تقشر، تقدر تقشره بعدين تحطه في المويه، تنزل المويه. طبعا هذا شيء كويس للبشره، ما ادري زي اللي يفتح البشره، ولو سويته على شعرك بيخلي شعرك ناعم اكثر. ادخل. بارد. يلا يا احمد طبعا يا جماعه الحين نبغى ننط، والارضيه مولعه يا شيخ، الارضيه مولعه. يرجولي يا احمد، احمد رجولي ولعت اخيرا شيء عرفت شيء يولع وبعدين طفى. ايوه انا بنط، عطني الجوبرو بنط صورني جاهز. يلا بنط يا جماعه، شوف العمق، هذا هو العمق هنا بالنط. يا ساتر جاهز يا احمد؟ يا ساتر. تدروا يا جماعه زمان في واحد نط وكسر يده، والله واحد يقرب لي بعد، والله نط وكسر يده وقتها، نط انا الحين الله اعلم ايش حيصير لي. يلا جاهز يا احمد؟ جاهز. اوكي يلا بننط الحين جايين، بنحاول يا جماعه نجي بالنص، طبعا العمق هنا. يلا واحد
اثنين خايف والله خفت يا احمد رجع الخوف حق زمان كويس كويس تقدر تروح ولكن انتبه رجولي رجالي الاثنين وجعوني اي سويناها ايش رايكم يلا يا جماعه لايكات يلا وصلوها 100,000 لايك تقدروا يلا اوكي الحين يبغى احمد ينط انتبه والله ترى والله توجع يا جماعه بس يعني احمد اتوقع ما حتوجعوا اكثر منه ما وجعتني انا بس والله توجع يا شيخ انا يوم نطيت انتبه ترى شفت رجولك هنا دول اثنين بيوجعوك شوي واحد لا اسمع لا تحاول تعلي نفسك في النط لانه انت 100% بتوصل فهمت كيف لا تحاول تعلي نفسك لا انت تبغى بس انه بس انك تنزل وخلاص يلا واحد اثنين روح يا احمد اوه كيف حلو هي سويناها يا اخوان عشانكم يلا خلينا نسبح زي الناس الحين يا جماعة ايش رايكم نجيب لا هنا ما في كهرباء بس اتوقع لو قدرنا نجيب كهرباء تخيل نجيب الكهرباء ونجيب الزحليقة هنا نحط الزحليقة هنا تعرفوني مجنون انا واحمد مجانين ونسويها وصلوها لايكات والله نفكر فيها لو وصلتوها 150,000 لايك يمكن نفكر فيها شوف التراب يا جماعة يا الله طبعاً يا جماعة تحتنا في التراب اللي عرفت التراب اللي تمسك فيك اللي ممكن أصلاً توصل تنزلك تحتنا بالضبط شوف والله انسقت شلت رجول والله تخوف خلينا نحاول نطلعها التراب أوه سويت غلطة سحبت حلقة هذا هو التراب شوف الطين هذا النوع من الطين اللي يلسق فيك عرفتوا شفتوا كيف تحس إنه ثقيل مرة ايوه تدري ايش خلينا نسوي تجربه ذي عليك انت وخلاص انا لابس وقاعد اصور فتعال انت دهنت ادهن ظهري ادهن ظهري ظهري وبدهن ظهرك ما عليتها تعال كذا هذه طبعا المنتج اللي يبغى هذا المنتج تحت في الديسكريبشن نبيعه ترى تحطه طبعا على كل جسمك شفتوا كيف يصير لون جسمه لازم ما يبل نفسه غلين ما ينشف هذا الشيء اصبر اسوي وجهك بعد انا احط لك وانت ضبط ساسه ما عليك لا تخاف والله على وجهك كذا لا تخاف اصبر ايوه ترى حتى للشعر كويس ترى ينعم الشعر بعد يا جماعة شوفوا يسوي للشعر أتوقع خلاص كذا تمام شوفوا أحمد كيف الحين زومبي اي والله تحس والله كأنك زومبي اسمع انت بس لا تبل نفسك اطلع. تعال حاول اطلع على جنب تعال لا هنا عميق حاول اطلع من هنا على جنب تعال نطلع من هنا شوفوا طبعا جسمه كيف صار كله صار طبعا هنا يسموه شوف زومبي والله كأنه زومبي صدق لا انتبه الأرضية تزلق ترى يا جماعة مد فيها الطين اللي زحلق طبعا انا شوف بس حاط شوية على يدي خلاص بنتكي الحين شوي لين ما ينشف احمد ونصور لكم لما يدخل قبل وبعد احمد بدأ ينشف او نشف خلاص هذا الشيء يا جماعة في اماكن او صالونات تروح عشان للبشرة يدهنوك بفلوس يعني هذا الشيء احنا قاعدين نستعمله ببلاش من هناك الشركات اصلا يستخرجوه من المكان هذا يبيعوه بمبالغ جدا غالية هذه اللي يستعملوها في الوجه يقول لك كيف تفتح
البشره او يخلي لون البشره احسن او انعم، يشيل الزيت اللي في وجهك، اشياء زي كذا تعرفون زي البلاك ماسك والاشياء هذه. هذه هي الاشياء اللي يستعملوها، بس هذه نستعملها احنا اللي من هناك اقوى لانها طبيعيه 100% طالعه من الصخر. علينا ما نطول كثير، الله خلينا ندخل نشوف احمد كيف حيتغير. كيف؟ كأنك تمساحي. راح يا تمساح. اثنين ثلاثة. اي صار جديد. والله تحس كذا فيه شوي يعني نعومة صح؟ الشعر ناعم بس صار انعم. والله تنفع، شوف صار فيه كذا تحس انه شيخ سلك. شوفوا يدي انا، هذه بشرتي الاصلية. وهذا شوف زي ما تلاحظون هنا صارت البشرة أغمق لأنه من الشمس، يعني نشوف هل هذه المنطقة حترجع نوعا ما ولا. اي والله والله لاحظ انه في، شوف في تحسن هنا في المنطقة هذه، تحس انه في تحسن. هذا كله ما سويتها صح، ما لقيت الحجر الصح وما طولت، يعني ما حطيتها يعني بطريقه احسن فكويس. فيلا هذه جربناها التجربه الحين يا جماعه، خلينا نرجع. يلا خلينا نروح. ايه بعد ما خلصنا سبحنا نشرب شيء بارد كذا كولا. يا اخي كولا، يا اخي قلنا لكم يا اخي كم مره نقعد نعيدها، تواصلوا معانا.